بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش بسم وما أدراك ما القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو
سمه عاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. ناظرین ابھی آپ اپنے قلوب کو کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے مزین فرما رہے تھے اور افتخار تلاوت حاصل کر رہے تھے الاقصی مسجد کے قاری المدینی الحسینی دامت برکاتہ مالیہ. رب کائنات ان آیتوں کے سننے کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین رب کائنات کا فرمانے عالی